القرآن قرنت بينهما العناية الإلهية، مو أنا ولا أنت. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر في شهر ليلة القدر خير من ألف شهر، باقي ليالي شهر رمضان لها فضل، لها وزن عند الله. بس الليلة بعد يعني ضف ألف شهر عمر، ألف شهر عمر ترى يمكن في حسابه ماري ما ذكرت، كنت حاسب قبل ما يطلع 60 سنة شيء ما أتذكرت، فوق 50 60 ما فوق عند 60 ما أذكر الحين، يعني عمر. هو خير من ألف شهر مرة مرتين ما أدري، وبعد بقية الليالي كيف؟ هذه ليلة واحدة، فأضف فضل تلك الليالي إلى أيامه، أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي، فهذا بعد فضل ثاني، فأضف في هذا الشهر، هذا الشهر اختير لنزول شهر رمضان، لنزول القرآن الكريم. القرآن الكريم يجد ربيعا له في شهر رمضان من الأجواء المهيئة إلهيا لانفتاح القلوب على الطاعة وعلى تلاوة القرآن الكريم، والكثير يجد من نفسه أن رغبته في القراءة في قراءة القرآن في شهر رمضان تختلف عن رغبته في تلاوة القرآن في غير أيام هذا الشهر. القرآن يدفع بقوة في اتجاه هدف شهر رمضان وهو التقوى، ويربي على التقوى، وكل آياته وكل مضامينه تأخذ بك إلى التقوى، وتفتح لك الشهية الروحية والقلبية على موائد شهر رمضان المبارك. تعرف كيف نتعامل مع القرآن يا إخوة؟ حتى نعرف كيف نتعامل مع القرآن لابد أن نعرف ولو بشكل إجمالي، طبعا بصورة إجمالية وبصورة تفصيلية دقيقة علمية دارسة للقرآن، هذا خاص ماذا؟ خاص بمراتب، بنفر معين وعلى مراتب متفاوتة. اللي يعرف يقدر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي ما يعرفون يقدرون القرآن الكريم، لكن طبعا على مراتب، بعضهم يعرف على مراتب مختلفة، لا يعرف قيمة القرآن قيمة الحقيقية، ولكن يعرف قيمة القرآن تجعله ينشد إليه ولا يعطي كتابا آخر منزلة القرآن. هذا احنا كيف نقرأ القرآن؟ أنا أريد أعرف قدر القرآن عشان اهتم به، إذا ما تعرف قدر الآخر تهتم به؟ ده القرآن كتاب ليس مثله كتاب. ليش؟ أعرف من رب العباد، وهل أتوقع كتابا من أحد بمرتبة دقة علمية نزاهة حقانية ضرورة الكتاب من عند الله؟ أتوقع كتاب آخر بها منزلة؟ فإذا ليس مثله كتاب، أنا أتعامل مع كتاب ليس مثله كتاب من هذه الجهة.
حبيبي كل كتاب من مستوى كاتبه. يقولون لك هذا كتاب ألفه تلميذ ابتدائي وهو في الطب، كتاب في الطب، ويقول لك هذا كتاب ألفه أكبر طبيب في العالم في الطب، وزنهما واحد عندك؟ طبعا لا. قبل أن تقرأ الكتابين، قبل أن تقرأ الكتابين تعرف وين الكتاب الأعلى والأحق بالقراءة والذي يقدم لك فوائد أكبر، فوائد أكبر. وهكذا في كل علم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فلأن كل كتاب مستوى كاتبه، ونعرف أن القرآن قد نزله العزيز الحكيم العليم الخبير رب العباد، فلن أعطي كتابا آخر وزن هذا الكتاب. علم هذا الكتاب وهو من الله فوق كل علم، خالص من الجهل. أعرف أن هذا الكتاب أقدم على كتاب، أعرف أنه علم خالص من شائبة الجهل. كتاب كتب فقيه كبير، لا أضمن أن ليس فيه ماذا؟ جهل من قصور ذهنية بشر، بشر فيلسوف أعظم فيلسوف أحتمل فيه جهل، أعظم طبيب أحتمل فيه جهل. من الله لا أحتمل فيه جهل، أنا مع كتاب خاص متميز. أهميته بلحاظ كونه خطابا من الخالق إلى المخلوقين. مهيمن هذا مو واحد ما دام مالك علاقة به ما يهمك أمره، هذا من خالقك، إن عاديته ذهبت في الجحيم إلى الجحيم، إن لم تكترث في كتابه فقد أهنته، ومن أهان الله فلا يستطيع أن ماذا؟ فلا يستطيع ما يترقب من عقوبة الله له. من خالق لمخلوق، وأنا مخلوق لهذا الخالق. ويعلم عني ويعرف خصائصي وتكويني، ما يجهلني أبدا. هذا أيضا نقطة ثانية تخلي القرآن ذا أهمية كبيرة في نظري، حتى لو ماذا ما أعرف عن القرآن في مضامينه بالدقة. أيضا لحاظ آخر يعطي هذا الكتاب الكريم الوزن الذي لا يملكه كتاب آخر. شنو؟ أنه يرتبط به مصير الإنسانية دنيا وآخرة. هذا مو على معالجة صحية، إذا أحملتها ماذا؟ تأثرت صحتي. مو يتكلم لي عن ماذا؟ ونحن نكاد نكون في هذا العالم اليوم في هذه الحالة. العالم اليوم كله في ماذا؟ في خوف وارتجاف من بعضه البعض بالبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب يرتبط بمصير الإنسانية ياخذ أهمية غير. يرتبط بمن يكون دخلي 1000 دينار أو 10,000 دينار، ذاك له أهمية، ذاك وين أهمية ذاك من أهمية هذا. أيضا يكتسب أهميته خاصة من كونه ملزما بما جاء به من عقيدة وأحكام ونظم تشريعية. القرآن ما يقول لي أنت على كيفك، من ناحية تكوينية يقول لي على كيفك، يعني تقدر، أعطيتك القوة ماذا؟ تتمرد على القرآن أو تستجيب إلى القرآن. لكن من ناحية تشريعية، من ناحية أنه يجب عليك احترام أمر الله ونهيه،
لا يجوز لك أن تخالف عقيدة من عقائد القرآن، ولا واجبا من واجباته، ولا محرما من محرماته، ولا نظاما تشريعيا من نظمه. كتاب ملزم، وإذا شيء ملزم مثل الشيء اللي أنا وياه في حر، أنت تطالبني بهذا ماذا؟ تعطيني أنت لك سيطرة عليه، وتعطيني كتاب وتقول لي اقرأ في يوم واحد، أو اقرأ لا بد أن تقرأ في مدة معينة، ومرة تقول لي كيف تقرأ ما تقرأ، أتعامل ويا كتابك نفس التعامل؟ لا، إذا ملزمني بتحاسبني بكرة على قراءته. كتاب الله ما فيه من عقائد وما فيه من أحكام ملزمة أو غير ملزمة. أيضا يأخذ القرآن أهمية الخاص، وأعرف أن أتعامل مع أي كتاب من كونه لا بديل له، وليس مرتكب وليس من المرتكب أن يكون له بديل على الإطلاق. ما في كتاب جديد بعد من عند الله عز وجل، هذا هو الكتاب الأخير من عند الله عز وجل، هذا هو الكتاب الأخير من عند الله، هذا آخر ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة ماذا؟ في صورة نص منصوص، نص مضبوط، زين، لم يترك فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يغير فيه كلمة ولا حرف. هذا آخر كتاب، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله، ولا كتاب بعد القرآن الكريم. هذا لا أهمية ولا أهمية، ما في جديد كتاب جديد في هذا العالم يطلع مثل القرآن الكريم، ما موجود. تلتفت من ناحية أخرى أن عظماء الأمة أكابر مفكريها فلاسفتها محسوب على الأمة الإسلامية مو كافر، لم يكن لهم اهتمام بكتاب آخر كاهتمامهم بالقرآن العظيم. أنا اللي ما أعرف شيء وأشوف العظماء كلهم عندهم هذا الاهتمام بالقرآن الكريم، أقرأ أهمية القرآن من هذا أو لا أقرأ؟ أقرأها، أعرف أن هذا الكتاب ليس مثله كتاب. موجود فلاسفة، موجود فقهاء، موجود أدباء، موجود 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 موجود. ويخرج الكتاب البشري للعالم العملاق، قد لا يقرأه الجميع، قد لا يقرأه جميع العظماء، وقد يقرأه بعض أهل هذا الاختصاص ولا يقرأه الاختصاصي الآخر. لا، فيلسوف المسلم، فقيه المسلم، العارف المسلم، السياسي المسلم إلى آخره من العظماء يجد أنه لا بد أن يقرأ القرآن الكريم، يتتلمذ عليه وأن يتتلمذ عليه. هذا كله يعطيني صورة عن ماذا؟ عن أهمية القرآن الكريم. وإذا عرفت أن القرآن أهمية ليست لكتاب آخر مهما رقى، ماذا لازم علي؟ أن أتلو القرآن، أن أتعب نفسي وأسهر من أجل معرفة القرآن.